بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 55. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل الحديث لتفسير الآيات. قد انتهى بنا في الحلقات السابقة إلى قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، إلى آخر السورة. فقوله سبحانه وتعالى: فاستجاب لهم، أي الذين سبق ذكرهم في قوله إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم استمروا في دعائهم لربهم وتضرعهم إليه، وألحوا على الله سبحانه وتعالى بأنواع من الأدعية العظيمة، فالله جل وعلا استجاب لهم. فالفاء هنا سببية، بمعنى أن دعاءهم وإلحاحهم سبب لهم استجابة الله لهم. واستجاب وأجاب بمعنى واحد، وهذا كما وعد الله جل وعلا في قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وفي قوله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله وعد أن يستجيب للداعي دعاءه إذا أخلص لله فيه وتوجه إليه بقلبه، فإن الله جل وعلا يستجيب له بموجب وعده الكريم. استجاب لهم ربهم، وفي التعبير بقوله ربهم معنى لطيف، فإن هذا من مقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى لعباده أنه يستجيب لهم دعاءهم إذا تضرعوا إليه. أني لا أضيع عمل عامل منكم، هذا يفسر قوله تعالى فاستجاب، بأن معنى ذلك أن الله يقول إني لا أضيع عمل عامل منكم، ومن ذلك الدعاء، فإن الدعاء عمل عظيم، بل هو العبادة، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فسمى الدعاء عبادة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فالدعاء عبادة وعمل. أني لا أضيع عمل عامل منكم، وفي قوله عمل عامل أي كل عامل من عباد الله عز وجل من ذكر أو أنثى. هذا فيه أن النساء مثل الرجال في الأعمال والجزاء عليها، فإنه لا فرق بين الرجل والمرأة في العبادة
ولا فرق بين الرجل والمرأة استجابة الله جل وعلا، فالله يستجيب للنساء كما يستجيب للرجال، لأنهم كلهم عباده سبحانه وتعالى، بعضكم من بعض، أي لا فرق بين الرجل والمرأة من ناحية العبودية لله سبحانه وتعالى، لأن الله خلقهم من أب واحد وأم واحدة. وهذا يعطي أيضا أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، فالذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله، الذين آمنوا بالله جل وعلا الإيمان الصادق الذي هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، آمنوا وهاجروا، هذا فيه فضل الهجرة، والهجرة معناها الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين، وتطلق الهجرة على ترك الأمور المحرمة عموما، كما قال صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ولكن المراد بالهجرة هنا هجرة الأوطان، لأنها أشق على النفوس، لأن المؤمن يترك وطنه ويترك أهله وماله ويخرج فارا بدينه، فهذا دليل على صدق إيمانه. الذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله، لا مطلق الهجرة، بل المراد الهجرة في سبيل الله، أي من أجل الله جل وعلا ومن أجل الدين، وقاتلوا، هذا العمل الثالث من أعمالهم الجليلة، هاجروا في سبيل الله وقاتلوا، قاتلوا الكفار لإعلاء كلمة الله ونشر دينه والدفاع عن دين الله عز وجل، قاتلوا وقتلوا، أي استشهدوا في سبيل الله، هذا فيه فضل الشهداء في سبيل الله، وذلك لأن المسلم يبذل دمه في سبيل الله عز وجل، ويبيع حياته لله عز وجل دفاعا عن دينه. قال الله جل وعلا: لو كفرن عنهم سيئاتهم، وعد من الله جل وعلا، واللام هنا موطئة للقسم، فهو قسم من الله وهو الصادق جل وعلا، ولكنه من باب التأكيد والحث. لو كفرن عنهم سيئاتهم، والتكفير في الأصل التغطية، فالله يستر عليهم ذنوبهم ويغفرها لهم. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.